من إهمال الجهات المسؤولة. لماذا يباع البنزين؟ هذه سلعة مدعومة، ما السبب في ذلك؟ هذا من الفساد، الفساد اللي هو الآن يستشري ويتوسع ولا يقف عند حد. من المسؤول على هذه المحطات اللي هي لا تبيع البنزين المدعوم؟ من المسؤول عليها؟ مؤسسة النفط، وزارة النفط، حكومة، مسؤول معين؟ هذا هو المسؤول، هذا في رقابته. كل ما يحصل من مخالفات وتضييق على الناس وعدوان عليهم وسلب أموالهم، ما الذي أخذ هذا المال من جيب هذا المواطن المحتاج؟ ما الذي غصب هذا المال؟ ما الذي سلب هذا المال؟ المسؤول، مش اللي مقعمز على الطريق، المسؤول الذي يرى هذا ويسكت عنه. لابد أن تكون هناك مراقبة مستمرة، هل يسك منهم ما يفتحش في الوقت المحدد ليه؟ تسلم من الرخصة ولا يسمح له ولا يعطى له مرة أخرى. لابد من العقاب، إذا كان ما فيش عقاب، الناس إذا أمنت العقاب لا حدود للفساد. هذا كله يقع على المسؤولين، وخاطب مؤسسة النفط وزارة النفط أنهم لابد أن يضعوا حدا لهذا هذه التجاوزات ويراقبوا. لماذا الظلم؟ لماذا هذا الرضا بالفساد؟ نستمر احنا على مرة ونسمع كل حاجة نسكت عنها؟ لأن الناس يعانون بجميع الوجوه، أبدأ الآن من السيولة اللي بدأت من جديد على الناس. يقف إنسان ما بنصب اليوم لا يتحصل على شيء ولا يتحصل على مقدار قليل من المال. من المسؤول على هذا؟ كلكم راع وكلكم مسؤول، فليتق الله المسؤولون من ظلم الناس، فإن وراءهم يوم غليظ للحساب. والله لا ينجي أحد يعني لا ينجي أحدا يعني تعذره، ولا أن البلد كذا وأن الأمور ما فيش استقرار، ولا أنت مادام توليت مسؤولية أنت مسؤول، يا وزير يا وكيل يا رئيس مؤسسة، إما أن تقوم بعملك على الوجه المطلوب، وإلا عليك أن تعزي نفسك وتترك، لا أن تبقى لاهي بمشاريعك وبالبزنس متاعك وبالمشاكل والمكايد والمكر والإدارات الفاسدة وحقوق الناس ضائعة.